السلام عليكم. في سؤال بوردنا، ماذا لو حدث انه اثناء تحضير برنامج اطفال الانابيب او الحقل المجهري بعد تنشيط البويضات انه احنا ما بنقدر نسبق الحدث ونقدر نسحب البويضات في الوقت المناسب؟ هو العادة بعد البرنامج التنشيطي وقبل عملية سحب البويضات من 34 ل 38 ساعة، المتعارف عليه المتوسط هو 36 ساعة، احنا نقدر نسحب هاي البويضات. لو افترضنا انه صار في تأخير لسبب ما وهاي البويضات صارت مفجورة من المبيض او طالعة خارج المبيض، بدنا نروح احنا نستخرجهم. هلا بيكون في سائل موجود في الحوض وبنلاقي صعوبة جدا ممكن نحصل على بويضة او بويضتين من مجموع مثلا 10، يعني نسب قليلة جدا من مجموع البويضات الموجودة. للأسف هذا بيكون صدمة كبيرة إذا كان عدد البويضات قليل، لأنه ممكن ما نحصل ولا بويضة. شو الأسباب تؤدي ذلك؟ في عدة أسباب. هاي الأسباب الأول فيها هو بيكون في خطأ في أخذ البويضة الإبرة أو الدواء المحفز على تفجير البويضة. إحنا لازم نسبق الحدث قبل 36 ساعة حكينا. في بعض أحيان بعد 36 ساعة بساعتين ثلاث وممكن بأربعة في بعض حالات، لكن بيكون جزء كبير منهم صار خارج المبيض، يكون سقطوا في تجويف البطن، تجويف الحوض، وإحنا بيكون في صعوبة في استخراجهم. بيكون السبب إنه أخذت بغير موعدها المناسب الإبرة التفجيرية. بيكون السبب إنه في مستقبلات أو حواس على جدار البويضات أدى إلى انفجارهم قبل موعدهم. بيكون سبب في جرعة عالية في بعض أحيان. بيكون سبب عدم انتقاء البرنامج أو البروتوكول التنشيطي للإباضة غير صحيح. هاي الشغلة أو هذا الحدث كثير مهم، لأنه ممكن يفشل كل العملية ويؤدي إلى عدم استخراج البويضات ويؤدي إلى خسارة مادية ومنها خسارة طبعا معنوية جدا لهاي العائلة. طبعا المتابعة الحثيثة في البرنامج والعناية بالتوقيت والشرح المستديم للمريض في توقيت أخذ الجرعات الأدوية المنشطة ومحفزة لانفتاح جدار البويضات أو الإبرة التفجيرية كما تسمى، هذا بيحكي بيدل على الناس المساعدين والطبيب المشرف على الحالة بتوضيح كل هاي الأمور. هل ممكن نستفيد، في سؤال تاني، هل ممكن نستفيد إذا خرجت خارج نطاق المبيض البويضة وجدناها في تجويف البطن، نستفيد منها إذا جدنا بويضة بويضتين؟ نعم ممكن نستفيد منهم، بيعتمد شو المشكلة اللي كانت موجودة، لكن دائما هذا بيقلل من نسب النجاح وبزيد من نسب الفشل. فإحنا النصيحة في هاي الحالة هو أخذ المعلومات الكافية من الطبيب والاستمرار في متابعة مع الطبيب عشان نوصل إنه نستخرج هاي البويضات من داخل المبيض في الوقت الصحيح. وشكرا لكم وشرفتونا.